والله تأثيره جدا سلبي على المدينة. يعني الجسر الثالث الخامس يعتبر كشريان للمدينة، يعتبر يعني ايش اقول لك، يعني سايديا باعتبار طريق دولي، يعني جدا مهم للمدينة. تنتظر على بيتك، وين بيتك؟ أنا بيتي بالشفاء، أنا أعبر أروح من الثالث أو أروح من الحرية أو من العتيق، من العتيق أم بعيد. يعني مسافة، ما بس احنا عندنا الجسر الخامس، احنا عندنا عدة مشاكل بالمدينة. احنا بدل ما نسوي جزرات ونسوي شغلات لا ما لها داعي، المفروض يشتغل اجل بالمطار، مستشفيات، هاي شغلات جدا مهمة للمدينة.